ضيفنا اليوم هو الإذاعي المعروف جدو حسن. جدو حسن جاي يهضر لنا على تجربته الإذاعية وعلى برنامج مسرح الجريمة. كما تعرفوا ضيفنا إكسبيرت في كاميرا كاشي، على بها كنا خايفين يفقلنا. مستمعينا وين ما كنتوا مرحبا بكم، راكم تسمعوا في إذاعة شروق ساعة راهي الوحدة و 17 دقيقة، راكم تتبعوا فينا على المباشر ومعايا جدو حسن. جدو حسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكركم على الاستضافة. حسن اسمح لي نقطع كلامك، نعاود نقولوا الحوار تاعنا لانه اعتقد انه عندنا تغطيه من الجزائر العاصمه حول عمليات الترحيل اللي تشهد فيها الجزائر العاصمه هذا الصباح، هي العمليه رقم 14 اللي اعتقد. فسامي زميت اللي راهو في، قل لي وين، ما على باليش وين راك سامي. صباح الخير. مساء الخير جميلي يونس، مساء الخير جميع مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. كما تعرف اليوم رانا منذ الصباح ذاكر عفوا في بلديه باب الواد من اجل تغطيه عمليه الترحيل اللي راح تقوم بها البلدية. هنالك احتجاجات واحتقان وغلاء شديد من طرف الشباب المقصيين وعائلتهم من المساكن. قبل لحظات فقط حبيت نذكرك أنه صار إطلاق نار، لكن ما نشعر فين أسكو، هو أسكو صافة ولا مجرد سمعنا؟ بخ نتأكدوا من المعلومة أكثر ونعود نتصل بك في حين إن شاء الله. على كل حال الخبر اللي تكلمت عليه السامي زميت راهو في قناة إخبارية عاملين هنا في استوديو إذاعة شروق، راكم تسمعوا فينا ثم مستمعينا. على كل حال الخبر خليني نقول اسمها، هي قناة فرانس 24 اللي عاملة شريط عاجل على أساس أنه فيه دوي إطلاق نار. خلوها بينو تاعي، أنا ما فتحوش باب في الحوار، ماهوش حوارنا تاع القضية وماناش مختصين في هذا الميدان. الخبر الاول وتداخل تاع سامي اللي هدر على الترحيل ما جابش كاع اهتمام جدو حسن اللي ما دار حتى تعليق. سامي نعم زميلي يونس، راني وصلت المكان اطلاق النار وحدث داخل عماره، راني داخل. سامي وراك بالضبط. قال لي ان هنالك شاب اختص سلاح ودخل داخل عماره، ماني فاهم حتى حاجه. تواجد الشرطة اللي راها تحضر وكذلك الشرطة أيضا اللي راها متوزعة، أنا ماني فاهم والو، راني داخل العمارة ومذكرك أني أول الوصيلين داخل العمارة. معليش خذ حذرك سامي من فضلك. سامي قطع كوبا. التدخل الثاني تاع سامي جبت انتباه ضيفنا اللي فهم باللي كاينه حاجة ماشي نورمال. هاي سامي انا المباشر. سامي شكون معايا؟ شكون انت من فضلك؟ شكون معايا؟ سامي جدو حسن كان يتعامل مع لي تكنيسان بالاشارات وحاول يفهمهم باش يخليو الضيف يتحدث على المباشر. سيد احمد هاد الخطره رايح يعيط لهم في الماسنجر، ودوك نشوفوا لا رياكسيون تاع ضيفنا بعد الفاصل. او اتصلوا سباركو فراها. سامي شكون معاك؟ سيد احمد الو سيد احمد انا معك جدو حسن. تعرفني جدو حسن؟ تعرفه؟ تمام. انا ما عنديش سكنه يا سيد احمد، توليد بلاد وتا راجل جزائري يحقر هكذا في بلاد، في ناس لكن ما عندهم لا اسلحه لا كذا. والله خمم عند ربي الامور. انا والله ماني حاب نحقر، انا واش شو كيفاش شو بالحقره اللي يعني شوف كيفاش راهم، شوف كيفاش اغزر فيهم كيفاش راهم. ضيفنا تاثر بزاف من صور تاع لي زوتاج اللي شافهم في ماسنجر وطلب من سيد احمد باش يطلقهم. تضيع في روحك، شحال في عمرك سيد احمد؟ شحال في عمرك؟ ليبيري هم سيد احمد. بربي ان شاء الله يا رب والله العلي العظيم، انا تحب تغزر فيا غزر، شكون انا هدر معك؟ ها شوف صورتي. يوم القيامه يسالك عند ربي يقول ربي اساله لما قتلني، اساله يا واش تقول ربي يوم القيامه؟ خرج السيد. شوف كيفاش راه السيد. ان شاء الله يا رب. ربي سيد احمد معليش ما تيريش على روحك، ما منتهيش حقوق يا ابن عمي، ما منتهيش حقوق، عندنا زوج منك يا وانت منتهيش حقوق. وش بيك يا ورجال؟ انت رجال تاع الجزائر، وش بيك انت يا ودي؟ وش بيك انت؟ انت منتهيش حقوق، بالك تغلط في عمرك، بالك تغلط في عمرك. سيد احمد ما يتيروش، حط سلاحك بالعقل
حط لحك بالعقل خويا العزيز. دوكا الحاج يدخل في الهضره مع جدو حسن وسيد احمد باش يسي يقنع وليدو يسلم روحه. والله يا خويا عايز غير مانيش عارف كيفاش انا نهضر معاك، عطاك وجيبه وكتشوف نحطو. لا لا معليش تفل تقلق، انا نهضر معاها وتلق الناس وبربي ان شاء الله دوك يسلم نفسه بربي ان شاء الله تعالى وان شاء الله ما يكون غير خير باذن الله بابا. والله قادم يا خويا انا بحال راك نحش منك والله. لا لا ربي فهمتي معليش سيد احمد باباك راه معنا اونلاين. سيد احمد انا نهضر مع وليدك. سيد احمد كلهم الناس باللي كان كاين واحد. شوف انا بزاف الحقره كلهم خاوتي يسمحوا لي. معليش كلهم ولاد حومتي كاع يسمحوا لي. لا لا سيد احمد بالك. سيد احمد لا لا يا ربي اسمع يا الدنيا فانيه. سيد احمد اسمعني سيد احمد انت مؤمن سيد احمد. لا سيد احمد الو سيد احمد الو احمد الو سيد احمد سيد احمد الو سيد احمد قطع ما قطع هنا قطع من عندنا الو سيد احمد شوفي واش وصل شو عيطي عيط الصحفيين تاعنا وعيطي للشوفر اللي راح عاود سيد احمد اتصل به. تخبي الحمد لله تلقهم الحمد لله تلقهم عاود اتصل بها طريق الميسنجر عاود اتصل به عاود اتصل انت طريق الميسنجر. اوكي حكموا لابوليس بون بوليس انتهت العمليه. شكرا الحمد لله على كل هذه الامور. شكرا جزيلا لك جدو حسن اللي جا كنت على واجب يبدا يحكي لك فيها مبالكه وكريب انك راه في حاله يرثى لها جاي يخدم. المهم الحمد لله شنو لا حول ولا قوه. هرب مات اميره منك بصح. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا تمنينا لو كان كمل معنا المكالمة ربما مننا نكمل المكالمة نتمنى ولا كل حال وفيك واضح مش ندير مانيش قدر الله ما شاء فعل وراح تم الإخاء القبض على المجني. سيد أحمد إلقاء القبض عليه ولا انتحر؟ لا تم القبض عليه. فوالا الحمد لله راح نتكلموا مع الأول مرة اللي راه معنا. وش رايك سيد أحمد؟ سيد أحمد راه معنا تكلموا معاه. سيد أحمد راح تهضر. الحمد لله فوتوا لي معايا. اسمحوا لي بزاف انا كنت على قتل روحي. انا تعقبت بزاف سيد أحمد. سيد أحمد جوز لي سيد أحمد هضر معاه يعني معك جدو حسن. سيد احمد ها معك جدو حسن. سيد احمد الحمد لله دوك انت يا الحمد لله نشكروك انك قمت. معليش سيد احمد الحمد لله انك ما قمتش بتصرف لربما تسال عنه يوم القيامه وان شاء الله ربي يفرج عليك والسلطات المحليه والولايه راه سمعوا النداء ديالك التصرف ديالك. معليش قطع الاتصال الحمد لله نتمنى ان شاء الله ياخذوا الطالب تاعو بالاعتبار. انا نرى جوف خوبات اكبر نريكم بصحة رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. لكن حاجة مهمة اللي حاب نقولوها مكيش يقول لك انا مارك ومرحيف لكاميرا كاشي صديق المقلب كيفاش يكون مدروس وقدر الله ما شاء فعل. انا سينا حبت روح مسمع اكتبوا في هذا ايه ما تنساوش تابوني فلاشين يوتيوب هكذا باش يلحقكم جديد غير يخرج. حط لاصوري ولا صبعك فوق لافوتو تاعي وابوني. ايا واش راك تستنى؟